بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الآن صحيح 8 رقم 4 من الامتحان الوطني موحد دور إدراكية سنة 2012. هذا التمرين حول حساب الاحتمالات. إذن يحتوي صندوق على 5 كرات حمراء في الوسط المنطح، 5 ديال الكرات حمراء، 1 2 3 4 5 روج، وأربع كرات بيضاء، 1 2 3 4 بلون، وثلاث كرات خضراء. نقدر نرسم هذا الشكل حتى في ورقة ديال التحليل، ماشي غير في الورقة ديال الوثائق، وإنما حتى في ورقة ديال التحليل. أول السؤال أو المعطيات الأخرى، لا يمكن التمييز بين الكرات باللون. نديرو في المعطيات الفوق، لا يمكن تمييز بين الكرات باللمس، يعني لدينا تساوي الاحتمالات. يعني الى درتي يدي وجبت شي كره، راه باش قلنا جبت كره بيضاء ولا حمراء ولا خضراء، نفس الاحتمال، يعني تساوي الاحتمال. نفترض انه كاين تساوي الاحتمال، هذا هو المعنى ديال لا يمكن تمييز بين الكرات باللمس. دابا نسحب عشوائيا، هذا هو المعطيات، وفي آن واحد شحال 3 كرات من الصندوق، يعني عدد السحابات هو سي 3 من شحال عندي كرة، 5 و7، 12 كرة من 12، يعني تساوي أ 3 من 12 على 3 فاكتوريال، تساوي 12 × 11 × 10 على 3 × 2 × 1 تساوي، دونك 12 × 6 هي 2، 11 × 22 × 10 هي 220، صحيح تساوي 220، دونك هذه هي عدد السحابات. السؤال الأول، بين أن احتمال الحصول على 3 كرات حمراء هو 1/22، احتمال الحصول على 3 كرات حمراء هو شنو؟ هو احتمال حصول على 3 كرات حمراء هو أمر سي 3 من حمر، شحال عندي حمر؟ عندي 4، على سي 3 من مجموع من 12. ولا نقدر نطول شوية على راسي، نقول نعتبر الحدث أ هو الحصول على 3 كرات حمراء، ولا نعتبر إذا احتمال أ، دونك نديروها هكا أحسن، نعتبر حدث أ هو الحصول على 3 كرات حمراء، يعني بي دو أ تساوي سي، شنو كتساوي؟ بي دو أ هو كاردينال أ، هي كاردينال أ على كاردينال أوميغا اللي 220. كاردينال أ شنو هو؟ 3 كرات حمراء، يعني بثلاثة حمر من 4، عفوا 5 حمر، 5 سمحوا لي راني قبيله غلط، 3 من 5 لان عندي 5 حمر. حدا راسك مزيان، الله يرضى عليك. الحصول على 3 كرات حمراء، 3 من 5 على 220 تساوي أ 3 من 5 هي 5 × 4 × 3 على 3 × 2 × 1 على 3 فاكتوريال على 220 تساوي، ممكن 3 × 2 المهم 4 تختزل مع 2 و 3 تختزل مع 2 تبقى 5، تبقى 10 على 220 هي 1/22، دونك هذا هو السؤال المطروح. بين ان بي دو ا تساوي 1/22، ادور 2 السؤال 2، دونك هي بي دو ا، بي دو ا تساوي 1/22. السؤال 2،
بين أن احتمال الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون هو 3/44. نعتبر الحدث هو الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون، يعني ثلاث كرات من نفس اللون. زين، alors لدينا P2B هي كاردينال B على كاردينال أوميغا اللي هي 220 تساوي كاردينال B. شوفوا الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون، يعني إما بثلاثة خضر سي 3/3 أو كنديرو أو كنديرو زائد بثلاثة بويض سي 3/4 لأن عندي 4 بويض، أو بثلاثة حمر من 5/220 تساوي سي 3/3 هي 1 زائد سي 3/4 نحسبها هي 4/3/2 على 3/2/1 دونك ال سي زائد انا اسمحوا لي 4/3 ما بغيت تعطينا 4 هادي باين عندنا خاصية نتاعها 2/3/1 زائد سي 5/3 دونك هي كنا ديجا حسبناها هادي شحال لقيناها 3/5 المهم مسحتها ماشي مشكل نعاودو لها ألوغ 5/4/3 على 3/2/1 على 220 تساوي 1 + 3 × 3 = 2 تبقى 4 زائد 3 × 3 = 3 وبقى لنا 10 على 220 تساوي 15/220. ألوغ بجوج كيتقسمو على 5 دونك تبقى لنا 3 على ألوغ 220 × 5 200/5 هي 40 20/5 هي 4 إذا 44 إذا تساوي 3/44 ماكوش هي هاديك هي هاديك الآن. إذا جاوبنا على السؤال 2 هذا راه 2 ماشي 1 2 السؤال 3 3 هذا خليتو لأن باش يكون حدايا صاي 3 بين أن احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل هو 37/44. إذا نعتبر الحدث سي هو الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل، كرة حمراء واحدة على الأقل يعني بدون سي كاردينال سي على كاردينال أوميغا اللي هو 220 تساوي كاردينال سي. شوف خيل معايا شنو هو الحدث سي على الأقل وحدة حمراء، يعني إما وحدة حمراء والباقي مختلفين وإما جوج حمر وإما ثلاثة حمر، يعني إما وحدة حمراء هي وحدة من الحمر شحال كاينين 5 و كنديرو في الزوج من الباقي شحال باقيين حيدنا 5 يبقاو 7، أو جوج حمر ووحدة من الباقي هي 7، أو بثلاثة حمر ثلاثة حمر يعني 3/5 لأن كاين 5 حمر على 220 تساوي 7/5 هي 5، 6/2 هي 7/6/2 7/6/2 زائد 6/5 هي 5/4/2 في 1/7 هي 7 زائد 6/3/5 هي 5/3/2 على 3/2/1 الكل على 220 تساوي درنا نحسب 6/3 × 3 = 27 5 × 5 = 21 زائد
4 تختزل تبقى لنا 10 77 زائد 3 تخز مع 3 تبقى لنا 5. انا يمكن غلطت شي حاجه لا 5 ضرب انا غلطت انا ضرب 4 5 ضرب 4 3 ممكن 3 تخز مع 3 4 على 2 2 5 10. دائما خصني نحلل براسي باش نعرف بلي انا غلطت لان لقيتها كتساوي 5 وهي ما يمكنش لو كان كانت 4 من 5 متفقين ولكن عندي 3 من 5 يعني بغاش تساوي 5 واضح. الله على 220 نحسبو 5 في 21 هي 5 في 20 هي 105 105 115 185 185 على 220 بجوج كيتقسموا على 5 اذا 220 ديجا قسمنا على 5 بقينا هي 44 185 على 5 عندك 150 على 5 دونك هي نبداو بلا تعيين 100 على 5 هي 20 50 على 5 هي 10 يعني هي 30 شحال تبقى لنا تبقى لنا 5 و 30 على 5 هي 7 دونك هي 37 دونك 37 على 44 اذا كتساوي لنا 3 على 44 انتهى التمرين الثالث ونلتقي ان شاء الله في صحيح التمرين عفوا انتهى التمرين الرابع ونلتقي في صحيح التمرين 5 حول دراسة الدوال والتكامل ما وفق.